خطاب السيد وزير المالية هو خطاب يتحسس المستقبل ولا يعني هناك انعكاسات على الحاضر. مسألة صيانة الوظيفة العامة، الوظيفة العامة مقدسة في العراق، طبقة الوظيفية طبقة اليوم مسؤولة عن معيشة أكثر من نصف سكان العراق، وبالتالي يعني ضمان عيشهم وضمان نصف سكان العراق بموجب نظام الإعادة أن كل موظف يعيش 4 إلى 5 بصراحة. فأرجو أن لا يتخوف الجميع من هذا الموضوع، وإنما هو الرجل يتكلم عن عقد قادم، يعني لا أحد يعرف ماذا سيجري بالحقيقة، مجرد كلام للتحوط من حقه هو وزير. فأرجو يعني عدم الالتباس والتخوف من أي شيء، سياسات الدولة ثابتة في مجال حماية الموظفين وحماية الوظيفة العامة، واليوم عدد الموظفين يزيد على 4 مليون يشكلون حوالي يعني 40 إلى 50 من حجم القوى العاملة في العراق، وبالتالي وزنها مهم والحفاظ عليها مهم، وهي طبقة تكنقراط بها كثير من المهنيين والمثقفين وعمارة الدولة العراق. فأرجو لا يكون هناك تخوف أو خلط في الأوراق، وإنما الرجل كان يتكلم عن موضوع بعيد الأجل وليس الآن.